التهميش غير مقبول قانونيا، غير مقبول دستوريا، غير مقبول حتى من ناحية العمل للنجاح من العمل. ما كاينش تهميش، ما كاينش الاقصار. نفس الشيء فيما يتعلق بالمسؤولية، فيما يتعلق بالتكليف، ستجدوننا إذا جنبكم في إطار الشفافية اللازمة وفي إطار قانون. لن نحابي أحدا. هنا داخل الجماعة الولاء أولا وأخيرا للوطن. التطور ديالها، بالتالي اقتراحاتكم وابتكاراتكم مطلوبة ومرحبة بها.